وصلنا للمطبخ بتاعنا من ساعه ما وصلوا الرحله وهم عمالين يقولوا لي هنطبخ امتى هنطبخ امتى. تحبوا انتوا الطبخ قوي يعني؟ وبتساعد ماما انت ولا ما بتساعدهاش؟ بساعد. بتساعد تعمل ايه يعني؟ اديها الحاجات طبعا بقى. بساعدهاش عشان ما تتلسعش. ما تتلسعش، احنا بنجيش جنب النار ولا جنب السكينه بالذات في السن الحلو ده. بتديها ايه؟ بديها بس. بتديها بس؟ ماشي. وانت بتعمل ايه يا يونس؟ وانا ماما مش بتقدر تخليني اساعد خالص؟ طب بس ممكن نشيل الاطباق مثلا بعد ما نخلص الكوبايات. نشيل الاطباق كمان. ايوه نشيل السفره، نحضر السفره. طيب ايه رايكم اعلمكم حاجه سهله وبسيطه ولذيذه وتقدروا تعملوها، ولو قلتوا لماما هنعملها هتخليكم تعملوها. ايه رايكم نعمل عصير برتقال بالجزر؟ حلو ده ولا ما دقتوش قبل كده؟ لا مش عايز. لا لازم. مش هشرب. لا هتشرب، ده انت هتعمله وهتشربه بنفسك كمان. مش انت عملت لي عايز اطبخ واكل واشرب؟ لا انا كنت عايز اكل بجد. هتاكل وهتشرب. انت اخواتك هيعملوا سلطه حلوه واحنا نعمل عصير حلو جدا جدا جدا. ايه رايك؟ بص 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 هتتبسط دلوقتي. انا ايه هفهمك الموضوع حلو ازاي. هنحط الجزر، هنحط الميه. هنحط الجزر وهنحط الميه وهنحط كمان البرتقال. مين بيحب البرتقال؟ انا بموت في البرتقال في الشتاء. برتقال عندنا فيه بقى فيتامين سي فبيخلينا يبقى عندنا مناعتنا قويه تجاه اي برد او اي حاجه. مين بقى انا اللي هحط البرتقال كده اهو؟ انا هشرب نص واسيب بابا نص. ماشي اوكي. طبعا ايه اللي مش معانا ده هنشيله وهننضف بعد ما نخلص. أنا بعد كده بابا نص عشان مش عايز اشرب. عشان انت جميل والله، عشان هتدوق بابا. ماشي هنحط ايه تاني غير البرتقال؟ الجزر. الجزر. الجزر بقى فيه فيتامين ايه؟ سي. ايه اللي هو الف. بيعمل ايه بقى فيتامين الف ده؟ حد عارف؟ بيحمي العين وبيقلل خطر الاصابه من اي فيروسز. ايه؟ انا كلت جزر. كلت جزر؟ بس في المدرسه. بس في المدرسه. طب ايه رايك نحطه على العصير بتاعنا؟ ايه رايكم كده اهو؟ يلا نحطه كله، مفيش خساره. ماشي مين هيصب لنا الميه بتاعتنا؟ يلا انا بقى هساعدك يا يونس. يلا عشان انت هتحط لنا السكر بقى. اوكي يلا بينا. يلا يا يونس اساعدك. امسك الكوبايه الازازه قصدي ونعمل كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. حلو كده اهو كده اهو. كفايه كده؟ كفايه كده. حلو ماشي. هتجيب معلقه؟ روح هات معلقه بسرعه علشان نحط السكر. يلا بسرعه بسرعه. يلا نحط بقى الايه؟ كبيره ولا صغيره؟ كبيره. نحط السكر صح؟ صح صح. يلا بينا. جاب السكر، هنحط السكر. حط ايه؟ 1 2 ممكن كمان ونص. اوكي حطينا السكر، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه قولولي؟ هنقفله. هنقفله طبعا، لازم نتاكد جدا كويس جدا انه مقفول كويس جدا. وهنجيب الخلاط بتاعنا كده اهو، نعمل كده اهو نتاكد ان هو مقفول. ويلا يا استاذ يونس شخ شخ. يا سلام. اكتر اكتر. حلو بس كده. يا سلام شكله جاهز ولا ايه؟ ولا نضربه ضربه كمان؟ ده ضربه كمان عشان خاطر بس كده. جهز وبقى جاهز للاستعمال والتجربه. انا مش هشرب. لا انت هتدوق وهتدي بقى لبابا قلت لي صح؟ يلا ندوق الاول. واحد بس. ايوه ما انت ليك كوبايه وهو كوبايه. مش هو اشترك؟ صب لنا شويه. ماشي انت هتروح تدي الباقي لبابا وماما. قلنا هديك الكوبايه كامله. كل ده؟ كل ده. ايه رايك؟ يلا ما تدوق كده وتقول لي رايك ايه. دوق انت. قلنا هندوق وبعدين ندي الباقي لبابا. حلو؟ طب يلا روح ادي الباقي لبابا. برافو. انزل كده انزل. يلا يلا ونشوف البنات هيعملوا ايه وانت كمان. حلو؟ اه اه. طب يلا حبيبي الهنا والشفا.